بعد وصول مادة البنزين إليها وتوفر المحروقات في محطة وقود بدر، باتت الخدمات تتوفر للمواطنين الذين أظهروا رضا كبيرا على أداء إدارة المحطة من تنظيم واهتمام. والله بارك الله فيهم الجود والزبارة، بارك الله فيهم على قد ما إصابات الكورونا ولا قد ما الزايح هذه والازدحام، تعتبر أحسن منطقة، أحسن محطة وقود في جهة الغربية. إن شاء الله على أحسن ما يرام، وإن شاء الله فيه تسهيل من قبل الدولة، وإن شاء الله ربي يهني البلاد والعباد، يعني الأمور طيبة وإن شاء الله ربك من أفضل الأفضل بإذن الله. دون ازدحام وبإجراءات مراعية لظروف أزمة كورونا، حيث اتباع الإرشادات الوقائية وبالبطاقات، كل مواطن يعرف دوره ويجد حاجته. الأمور طيبة، البنزينة متوفرة والديزل موجود والسيارات تعبي والحمد لله، والناس كويسة ماشية، الأمور موجود والعملية التنظيم موجودة، وهذه عملياتنا البلدية باطل الجبل اللي واخذوها على البطاقات، وكل واحد بطاقة فاهم دورها، البطاقة بيجي الناس خففت الزحمة وخففت على المشاكل هي كلها واقفة. وسط تجاوب شركة البريغا بتزويد المحطة بالوقود دون توقف ومع تنظيم إدارة المكان، بات المواطنون في راحة أكثر، والهدف تخفيف الأعباء التي يعانونها وتوفير ما يمكن توفيره من خدمات.